بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود سعد الإعلامي المصري المعروف يعني بدأ إن هو يصرح ويتكلم بكلام واضح جدا، ويطعن في الصحابة ويتناول المسائل اللي هي يعني من زمان الناس بتتكلم فيها ومردود عليها ومقتول يعني مقتولة ردا، يعني مسألة التحكيم ما بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وموسى الأشعري رضي الله عنه، ومسألة قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كل ده متاخد يعني من مراجع رافضية، وطبعا يعني الناس اللي هم بيرووا هذه الروايات طبعا روايات رافضية، روايات غير صحيحة ولم تصح، رواها مثلا أبو مخنف لطب بن يحيى أو سيف بن عمر أو هشام بن محمد بن سائب الكلبي أو محمد بن سائب الكلبي وغيره من الكذابين والوضعين اللي رأوا الروايات ديت وصنعوا منها دين الرافضة. وعشان أقول لكم على حاجة مهمة جدا، إن أخطر عقيدة على الإسلام وتشويه الصحابة هي العقيدة الرافضية، عقيدة الرافضة. عقيدة الرافضة لأنها بتخش يعني تتوجه صوب الصحابة مباشرة وتكفير الصحابة والطعن في الصحابة. الكلام ده قديم، ما هوش جديد يعني، يعني اللي بيقوله محمود سعد وفي ممثلين آخرين يعني تكلموا بهذا الكلام، وتشيع منهم من تشيع ومنهم اللي هو المرتزق بياخد فلوس على أساس إن هو يشوه منهج أهل السنة والجماعة، يشوه الصحابة. كمان على الجانب الآخر الليبراليين والعلمانيين اللي هم ما بين قوسين يعني التنويرين يقولون نفسهم هم ظلاميين في الحقيقة، يتناولوا التراث يعني كتاريخ الفقه، كل ده بيقول عليه تراث، أو السنة النبوية بيقول عليها تراث، ومنهم بقى من أنكر السنة كما تعلمون. لكن كل ده هجوم على منهج واحد فقط أو دين واحد اللي هو دين الإسلام، وهو منهج أهل السنة والجماعة السلفيين بين قوسين. اللي انا عايز اقوله، الكلام اللي بيقوله محمود سعد يعني واضح جدا بعد ذهابه للعراق ورجوعه مره اخرى، والله اعلم قاعد هناك ولا مش قاعد، ودلوقتي يعني بيطعن في الصحابه ويتكلم عن مساله الفتنه الكبرى اللي ما بين سيدنا علي وسيدنا معاويه رضي الله عنهما، وكلهم بيتكلموا خلي بالك ولا يتناولون مسألة مقتل عثمان رضي الله عنه، وكأنهم يرضون ضمنيا يعني يرضون بهذا، يعني يقبلون قتل سيدنا عثمان، بل منهم من يقول ان يعني فترة خلافة سيدنا عثمان بن عفان لا يرضون عنها، يعني يقول لك لا ده كانت فترة حصل فيها مشاكل وفترة وفترة، وهذا كلام طبعا غير صحيح بالمرة. يعني الفترة اللي حصل فيها مشاكل اللي هي خلافة سيدنا علي بن أبي طالب، والمسلمون لم يستطيعوا فتح بلد واحد، بل انتهت هذه الفتنة بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن تنازل بعد 6 شهور تنازل لمعاوية وسمي عام الجماعة، والموضوع انتهى وبدأت الفتوحات الإسلامية وعهد دولة جديدة، دولة قوية، دولة يعني دانت لها أقاصي الأرض يعني وآدانيها. المهم تجد دايما وأبدا هؤلاء يطعنون في الدولة الأموية ويتركون الدولة العباسية وما حدث من الدولة العباسية من تفكك وضعف وخلافه. الدولة العباسية تيجي تبص في بدايتها، يعني أنا مش عايز أتكلم عنها، لأن هي عشان تتكلم عن الدولة العباسية تتكلم عنها في حلقات كثيرة جدا، من بداية أبو العباس اللي هو السفاح، طبعا كلف عمه بتعقب كل بني أمية وقتلهم عن بكرة أبيهم وإبادتهم إبادة جماعية، ونبشوا قبورهم، نبشوا قبر هشام بن عبد الملك وأخرجوه، نبشوا قبر معاوية الصحابي الجليل، ونبشوا قبور الأمويين، بل إن السفاح هذا نبش قبر هشام بن عبد الملك
وقيل أنهم وجدوا جسده إلا بعض بقايا بسيطة من أنفه ورأسه، تقريبا يعني كان يعني جسده كما هو، وجلده 120 صوت، 120 صوت وهو ميت. يعني تخيل أنت الانتقام، وده ليس انتقام على سياسة يعني أو خلاف سياسي، لا ده خلاف عقائدي. فهذا الخلاف يعني لا أقول انتقام سياسي، مثلا حد خد من حد الملك ولا الحكم يعمل فيه كذا، لا يعني أكاد أجزم أن هذا الرجل يعني كان رافضيا، يعني اللي هو السفاح ده أعتقد ذلك، والله أعلم، لأن أنا معرفش وما أقدرش أكفره، لأنه يعني لا يمكن لمسلم يعني أن يخرج إنسان من قبره ويجده ميتا، يعني فاهم إزاي؟ مسألة يعني في منتهى الغرابة، وشيء فعلا يعني يندى له الجبين، تقشعر له الأبدان. تيجي تشوف في عهد الدولة العباسية بدأ انتهاك لحقوق العلماء وقتل العلماء، وبدأت الدولة تتفكك. يعني أضرب لك مثال بسيط جدا، هذا الأمر الذي حدث كان موجود الإمام أبو حنيفة، ويعني بعده كان الإمام مالك والشافعي وأحمد، وما حدث الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، والعباسيين يعني كان مسك الوزارة في ساعتها كان أحمد بن أبي دؤاد، وأحمد بن أبي دؤاد ده كان يجبر العلماء على القول بخلق القرآن. وسنة 221 هجرية العلماء صنفوه، أو يعني جعلوا هذا العام هو تحول المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في الدولة الإسلامية، المنهج الرسمي للدولة الإسلامية من منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، اللي هو احنا بنقول عليه يعني المنهج السلفي، إلى منهج المعتزلة. فسنة 221 هجرية كانت تقريبا نهاية الثلاث قرون الأولى التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحولت دخلت أفكار ومعتقدات وعقيدة جديدة غير عقيدة المسلمين، حتى أن العلماء منهم من قال هذا القول بخلق القرآن تقية خوفا من القتل. وقصة الإمام أحمد مشهورة، بدأ علم الكلام في عصر الدولة العباسية، بدأ الفلاسفة يتكلمون ويقدمون العقل على النقل في مسألة الدين والتفسير، واخد بالك؟ بدأ العقيدة الإسلامية تختلف. يعني ما في عهد الدولة الأموية كان الوضع مستقر دينيا يعني عقائديا وكل شيء، وحتى سياسيا وعسكريا، ودولة قوية مترامية الأطراف. أكبر توسع حصل للدولة الإسلامية في عهد، يعني كما قال المؤرخون، في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان. فكانت دولة مستقلة، دولة مستقرة، دولة عقيدتها ثابتة، عقيدة السلفية الصحيحة. حتى اللي حصل من مشاكل في عهد الدولة الأموية كانت إما إن في ناس بيخرجوا على الدولة وكده يعني، لكن الدولة العباسية تقدر تقول إن بدأت الدول يعني الدولة تتفكك. في إمارات استقلت لوحدها، أو حتى لو مش مستقلة لكن الأمير واخد اتجاه لوحده، وكان يعني مجرد الخليفة العباسي دمية. صحيح حدث في عهد الدولة العباسية تقدم علمي في تأليف الكتب والعلم وكده، نعم صحيح، لكن الدولة العباسية ما اهتمتش بأطراف الدولة، ما اهتمتش بالفتوحات، ما اهتمتش بنشر الإسلام، هي بس بدأت تخش الغناء والطرب، ويهتموا بقى بمسألة يعني الترف والترفيه والى اخره. فضعفت الدوله، دخلت افكار متصوفه وافكار المعتزله، والشيعه بقى تمكنوا، بل وكان منهم في الوزارات يعني في مناصب كانوا رافضه،
وحتى يعني مثلا الصليبيين يعني احتلوا الشام والقدس في عهد الدولة العباسية، الرافضة احتلوا مصر اللي هم بيسموا نفسهم الفاطميين اللي هم العبيديين الباطنيين، دول احتلوا مصر في عهد الدولة العباسية، وبدأ عماد الدين زنكي وبعديه محمود الدين ابن عماد الدين زنكي وبعده صلاح الدين بدأوا يعني يلموا شمل الأمة الإسلامية مرة أخرى. وحتى في ذلك العصر كانوا العباسيين أو الخليفة العباسي كان لمية، يعني ما هوش مسيطر على الأمصار على البلاد، يعني كان كل بقى يعني الشام مثلا ولاية حلب أو إمارة حلب، إمارة دمشق، عسقلان، مش عارف إيه، كل إمارة كان في أمير واخد بالك إزاي ومسيطر عليها، ويعني كان لما يحصل مشاكل ما بين الإمارات وكان يغيروا على بعض ويحاربوا بعض كان يجي الخليفة العباسي يروح هناك مثلا يصلحهم ولا بتاع، أو يدي واحد صك ملكي يعني على أساس الخليفة يقول لك مثلا إيه سلطان الشام سلطان كذا، فهو كان دمية يعني. فدولة احترقت من الداخل، ليه؟ لأنها دولة ما بتهتمش بالجيش، ما بتهتمش بالفتوحات، ما بتهتمش، اهتمت بالفن والفلسفة وعلم الكلام، بل وإن هي يعني خلطت أو يعني أصبحت العقيدة الإسلامية العقيدة عندهم، يعني مش أدخلوا فيها ما أدخلوه، وأجبروا العلماء الناس اللي بيتكلموا على إن الدولة الأموية كانت دولة ظالمة وقمع وكانت حريات، وإن الدولة العباسية كانت بتاعت الحريات. لا، الدولة العباسية حتى اللي بيدافع عنها النهارده اللي هم الليبراليين. ليه؟ التصوف انتشر في عهدهم، حتى العقيدة الإسلامية عندهم يعني شوهوا العقيدة، الرافضة بقى ليهم يعني دخلوا في الدولة العميقة في الخلافة العباسية، حتى إن سبب يعني تدمير الخلافة في عهد مستعصم بالله آخر خلفاء الدولة العباسية كان ابن العلقمي، وابن العلقمي هو الذي تآمر مع التتار لتدمير الخلافة. حتى في وقتها ما كانش يعني مستعصم بالخليفة القوي، كان خليفة ضعيف جدا، ما اهتموش بالجيش، كل مثلا ما يجي مهتم بالجيش ابن العلقمي يقول لك لا احنا عندنا جيش وبعدين عندنا ناس ممكن نستدعيهم، فاهم ازاي؟ يعني ظنوا ان هم بيهتموا بالعلوم والادب والكلام ده كله، لكن في الحقيقه لا، يعني هم اهتموا باشياء وغفلوا عن اشياء، وكانت اشياء مهمه جدا. كانت الدوله مضطربه، الخلافه كلها كانت مضطربه، كان ممكن اي حد يحتل الاماره دي من ده وده والاماره دي من ده، والدنيا كلها خلطبيطه، فاهم ازاي؟ فالدوله دب فيها الضعف وتجرأت عليها الامارات، يعني مثلا الامارات التابعه للخلافه، الكلام ده ما كانش بيحصل في بني اميه، كان في صرامه. والخلافه المركزيه في الشام كانت هي الحاكمه الامره الناهيه في كل اصقاع الولايات المفتوحه من الدوله الاسلاميه في وقتها. فكانت الدوله العباسيه بدايه ضعف كبير جدا جدا وتدهور في قوى الدوله الاسلاميه او الخلافه الاسلاميه. والاكثر من ده كله اخترقت الخلافة أو اخترق المسلمون فكريا وعقائديا للأسف الشديد، انتشرت الخرافة وانتشرت علم الكلام، انتشر حتى أقول لك إن هم قتلوا علماء في عهد في وقت فتنة خلق القرآن، قتلوا علماء في عهد الدولة العباسية. فاللي بيظن إن الدولة العباسية كانت الحرية والفن لا 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 خالص، أنا بقول لك كان في تقدم في على مستوى العلوم صحيح، لكن أغفلوا جانب كبير جدا جدا. يعني مثلا واحد زي يحيى بن معين، مثلا عبد علي بن المديني، قال بخلق القرآن الكريم تقية خوفا، وكثير قال هذا خوفا. محمد بن نوح هو الذي ظل مع أحمد بن حنبل ومات وهو في رحلة للمأمون في طرسوس، وهو رايح طرسوس مات في الطريق. وأحمد بن حنبل في ليلة إن هو كان يلتقي بالمأمون وجاءه السياف اللي هينفذ في حكم الإعدام، لأن هم قال يعني هاتوا لي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على بعير على حمار، يعني زي الموضوع يعني جنب وجنب، يعني حطوا كل واحد في جنب يعني. المهم راح هناك، ف
الإمام أحمد جاءه السياف اللي هو بينفذ الحكم فقال له يا إمام يا أبا عبد الله لا تفتني بقتلك، يعني هو يأمرني بقتلك فقل تقية كما يقولون. لكن الإمام أحمد يعني اتخذ موقف بلال بن رباح رضي الله عنه لما أبى أن يتكلم وأبى أن يرجع عن دين الله ولم يأخذ بالرخصة كما أخذ عمار بن ياسر رضي الله عنه وقال لو سب محمد سب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فنزلت في ليلة من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. لكن سيدنا بلال أخذ بالعزيمة وسيدنا عمار بن ياسر أخذ بالرخصة، الإمام أحمد لم يأخذ بالرخصة. ولذلك يقول العلماء لو أن الإمام أحمد قال حتى تقية يعني قال لكانت الأمة اجتمعت على ضلالة والعياذ بالله، والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكان الإمام أحمد حتى يعني عمه دائما وأبدا يقول له قلها يا ابن أخي قلها يعني زي الناس. فقال والله إني عرضت جسدي على النار وعلى الصوت فوجدتني لا أطيق النار. فقصة كبيرة عظيمة للإمام أحمد وجهاد في سبيل الحق في هذه المسألة. فالمهم فقال له قلها يعني. فالمهم الإمام أحمد جلس وجث على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب، معنى الكلام بتاعه يعني قال اللهم إن كان يعني القرآن قرآنك مخلوق فارشدني إلى ذلك وريحني من العذاب اللي أنا فيه، إذا كان مخلوق ارشدني اهديني لهذا زي استخارة كده يعني ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان قرآنك كلامك غير مخلوق فلا ترين المأمون وجهي ولا أرى وجهه. فما جاء الفجر إلا وأذن المؤذن مات المأمون. فجر طلع مات المأمون. وقال العلماء أن هذا يعني دعاء أحمد بن حنبل هو الذي قتل أو يعني قتل المأمون. فأنا عايز أقول لك أن الدولة العباسية كانت دولة شؤم على الإسلام وخصوصا على الفكر وعلى العقيدة. على فكرة مسألة الضعف في العسكري والفتوحات ده ما يهمش كتير مع وجود العقيدة الصحيحة. احنا النهاردة بنعاني من فساد العقائد عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعني كالرافضة كالمتصوفة المعتزلة الأشعرية كل دول مختلفين في مسألة انهم يقدمون العقل على النقل، والأصل ان احنا لا نقدم العقل ابدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك ازاي؟ مسألة يطول شرحها، لكن انا عايز اقول لك ان ما ألحق بالأمة الإسلامية من ضرر بسبب الخلافة العباسية او الدولة العباسية كان ضررا بالغا جدا جدا، حتى انهم يعني التتار ابادوهم في بغداد عن ذكر ابيهم حتى كان دجلة والفرات يعني لونه أحمر من الدم، وقتلوا الكثير بسبب تدخل الشيعة الرافضة وعلى راسهم ابن العقمي وكان وزير المستعصم بالله، وتدمرت الخلافة والأمة كثيرا واحتلوا الشام إلى أن صدتهم مصر خرجت إليهم في عين جالوت وهزمت التتار. وكان نجا أحد أبناء المستعصم وأخذه بيبرس ونصبه خليفة يعني على اساس يعني يبقى فيه خلافة شرعية او حكم شرعي هم يحكمون باسمه. ومنذ الدولة العباسية حتى يومنا هذا والأمة الإسلامية في ضعف، يعني الا فترات، واخد بالك ازاي، فترات قوة المماليك وهزيمة التتار وطرد الصليبيين من الشرق من بلاد الإسلامية في الشرق وغيرها وغيرها، واخد بالك ازاي؟ حتى الان نعاني من هذه الافكار التصوف وال يعني الافكار التي لا تموت ابدا، واحنا في صراع حتى الان. تجد واحد يبقى كويس وتمام وفجاه يبقى شيعي ويطلع يسب في الصحابه ويسب في السيده عائشه ويسب في ام المؤمنين حفصه ويبتدي بقى خلاص يعني. ففي ناس في ناس للاسف بتتاثر بهذه المساله، وفي اطفال كتير جديد. يعني صحيح انت ممكن تكون عارف الكلام اللي انا بقوله حقيقي، يعني ممكن تبقى فاهمه والله وسمعت اكتر من شيخ بيرد والكلام ده كله، لكن الناس الجديده ما هو في اجيال جديده. الى هذه الاجيال
احنا المفترض ان احنا نعلمهم العقيده الصحيحه. اهم شيء نعلمه لاطفالنا واولادنا للوقايه من هؤلاء هي العقيده الصحيحه. لان انت لا تامن بقى الناس، منهم مرتزق، منهم من ياكل على كل الموائد، منهم من هو ضل والعياذ بالله وفتن والى اخره. فهذه المساله مهمه جدا ان احنا نعلم اولادنا العقيده الصحيحه، عقيده اهل السنه والجماعه، حتى يكون وقايه. ما انت بدل ما تقعد تطلع ترد على كل واحد في الشبهه اللي بيقولها، لا، هو ابنك او المتعلم او الطلبه، هو خلاص هو يسمع الكلام ده مش هيقتنع بيه ويعرف ان ده غلط. طبعا يبقى عنده خلفيه بعلم المصطلح الحديث، عنده خلفيه بهذه الشبهات، وانت تشرحها له بدل ما كل واحد يطلع على الاعلام ويحاول ان هو يلوث افكار المسلمين. لا، يبقى عندهم وقايه وعندهم القدره على التفريق ما بين الحق والباطل، وهو ده الصحيح. احنا مش عايزين نخلق مثلا جيل، او احنا مثلا نشكل ثقافه ان انا كل شويه اطلع ارد على ده وهو مش عارف. لا، هو المفترض اول ما يسمع محمود سعد، يسمع فلان علان بيسب الصحابه، بينكر السنه، بيتهم كذا وكذا وكذا، يبقى هو عنده الرد لانه متعلم، لانه فاهم. احنا عايزين نصنع جيل فاهم، مش جيل يسمعني انا ارد واسمع محمود سعد وارد له الشبهه، مع ان هذه الشبهه قديمه جدا يعني. بس لكن طبعا في اجيال جديده بيسمعوها لاول مره، انت فاهم ازاي؟ احنا عايزين نعمل الثقافه دي، عايزين نطلع جيل متعلم، جيل فاهم عقيدته كويس. وده هيتطلب يعني، ده يتطلب مؤسسات تشتغل على الكلام ده. لكن للاسف الشديد، النهارده الطعن على عواهنه، الطعن بقى يعني زي ما بيقولوا كده، يعني عمال على بطال يعني، فاهم ازاي انت؟ طعن في الصحابه وعدم الترضي، وياتي بروايات هو يعلم انها ضعيفه ويعلم انها غير صحيحه، لكن انت عشان تطلع تقول له ده غير صحيح ودي غير صحيحه، والتاني يقول لك لا، مين عرفك ان دي غير صحيحه؟ فاهم ازاي انت؟ لا، ده فلان اللي رواها ابو مخنف، ورواها مش عارف سيف بن عمر، رواها محمد بن سابي الكلب، ورواها. تقعد بقى انت كل الكلام ده هتقوله كل مره. لا، احنا عايزين الكلام اللي احنا نقوله للي هو بيطعن احنا ما لناش دعوه بيه. هو هيقول احنا نعلم ولادنا بقى هذه الشبهات، ونحاول ان احنا هم يسمعوهم، لا ولا ليهم اي لازمه ولا ليهم اي تاثير. ولذلك انا اقول لك على حاجه اخيره، تلاقي لا يتناولون ابدا مقتل سيدنا عثمان، بل وكانهم يعني يرضون عن مقتل، يعني موافقين، يوافقون على مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما يتناولوش يعني دايما يقدحوا في الصحابه ويسبوا الصحابه، هو واحده واحده يعني، انت فاهم ازاي؟ وما تناولوش بقى الحاجات الثانيه يعني الشركيات، ولا خالص. طب بيحبوا الدوله العباسيه ليه؟ عشان كده، عشان هي الدولة التي أدخلت الفكر السام والفكر الضال في عقول المسلمين، بل وأجبر العلماء وقتل العلماء بسبب مسألة خلق القرآن. ومسألة خلق القرآن هذه كفر، من يقول بها ويعتقد أن القرآن مخلوق كافر، كما قال البخاري وغيره وغيره، أنت فاهم إزاي؟ فهم بيحبوا الدولة العباسية عشان كده. انتشر فيها بقى الأفكار كلها، المعتزلة والأشعرية، وخدوا راحتهم والفلسفة وعلم الكلام، فاهم إزاي؟ فهم دول يعني. الامام الشافعي يقول يعني معنى كلامه، يعني يقول ان علماء الكلام اللي هم بيتكلموا متكلمين يعني يجب ان يضربوا بالجريد والنعال. الامام الشافعي قوله في علماء الكلام. فدي مساله احنا لازم ناخد بالنا منها ونشتغل عليها. انا مش عايز يبقى في جيل يسمع اللي بيرد، يطلع يشوف بيرد على الشبهه دي ازاي. لا، انا عايز هو نفسه يتعلم ازاي ان الشبهه دي غلط، وان دي ودليل كذا وكذا وكذا، ده بالتعليم والعلم. احنا كمسلمين لازم نشتغل على كده. لكن للاسف الشديد الذوق العام عند المتابعين المسلمين ذوق يعني اما رايح للرقص، اما رايح للتفاهات، اما رايح للتطبيل، اما رايح للنفاق. ولذلك تلاقي مشاهدات كتير جدا عند المنافقين وعند المطبلين وعند ما هم مع واللي بيتفرج عليهم عارفهم منافقين، واللي بيتفرج عليهم عارفهم مطبلين، ومع ذلك عادي جدا مفيش مشكله، بيرضي غروره، بيرضي شهوته والعياذ بالله، شهوه النفس المريضه، فاهم ازاي؟ لكن المحتويات المفيده واللي فيها علم وتعلم، لا، تلاقي الاقبال عليها قليل، واخد بالك ازاي؟ الا يعني من رحم ربي يعني. فاحنا عايزين يعني ننشر وعي حقيقي، يعني مش وعي ان مجرد انك منتظر واحد يرد، لا لا خالص، انت بترد وتتعلم.
فده يحتاج شغل كتير، ويحتاج من المتابع نفسه، من الطلبه، ومن اولادنا ومن اخواتنا الصغيرين، نعلمهم العقيده الصحيحه بدل نشر الخرافات والبكائيات واللطميات على قصص وروايات باطله وكاذبه وموضوعه. لا، نعلمهم الصح والغلط. حتى لو طيل في هذه المساله والحلقه طالت والناس ما عندهاش يعني صبر على سماع الحلقات الطويله، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا خالص الوجه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وننفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارض عن الصحابة جميعا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.